توفيت المخرجة السينمائية التونسية مفيدة الثلاثي يوم الأحد 7 فبراير 2021 عن عمر نيز 74 عاما. وقد درست السينما في العاصمة الفرنسية باريس، كما عملت في التلفزة الفرنسية كمحررة ومديرة إنتاج، وبعدها عادت إلى بلدها تونس ونالت شهرة واسعة في مجال السينما والإخراج والكتابة، فهي تعد من رائدات السينما التونسية بعد إخراجها لفيلم سانت قصور، وهو أفضل فيلم في دورة أيام قرطاج السينمائية لسنة 1994. رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.